شاهدنا في ناس يكشفون وجهه، في ناس يغطون وجهه، في ناس يرفعون أيديهم على القبور يدعون له، في ناس يعني فيه اختلاف. أما من جهة كشف وجه الميت إذا وضع في اللحم فقد ورد عن بعض السلف فمن فعله فلا بأس، لكنه يكشف الوجه الذي يلي الأرض، ما هو كل الوجه، يعني يجعل خده على الأرض. وأما ومن السلف من لا يكشف، فالأمر في هذا واسع. وأما الدعاء له بعد الدفن فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود أنه كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فمن رفع يديه عند الاستغفار له فلا حرج عليه، ومن لم يرفع وقال اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم ثبته اللهم ثبته اللهم ثبته وينصرف، لأن الرسول قال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فقط. وكان عليه الصلاة والسلام إذا دعا دعا الله ثلاثا، فيستغفر ثلاثا للميت ويسأل الله التثبيت ثلاثا ثم ينصرف. نعم.